الكرام، طبتم وطابت أوقاتكم بالمحبة وبالسلام حيث تستمر شوط صباحي هذا اليوم. هو شوطنا أيضا شوطنا 17 في تعداد أشواط هذا اليوم والخاص بمنافسة الأبكار الثنائية المحليات الأصايل مع هذه المسافة الماراثونية 8 كيلومترات، حيث تسير هذه الأسماء وهذه الشعارات المزينة أرضية هذا الميدان بحضورها، وحيث رصدت للفائز بالمركز الأول. هناك سيارة قيمة بانتظار واحدا من هذه الأسماء التي تسير في انطلاقة هذا الشوط. نسير إلى المقدمة ونتابع الصدارة والمركز الأول من بدأت بالبداية هذه. الآن على المقدمة أو على المركز الأول تبدأ الشاهينية أحمد بن محمد بن حمد الدرعي يتقدم على الصدارة وعلى المركز الأول في هذه اللحظات. بينما ننتقل إلى المركز الثاني، بينما في المركز الثاني هنا نشرة عمر بن حمد بالقرين العامري شعار راعي الخشمة متواجدا على المركز الثاني. بينما ننتقل إلى المركز الثالث لأتابع هناك الوصول من الشاهينية محمد بن سالم بالضبيعة على المركز الثالث في هذه الانطلاقة. بينما نتابع المركز الرابع في المركز الرابع ايضا تاتي هنا وتنطلق مشاهدينا الكرام الشاهينية يمعة بن محمد بن طويلب المنصوري مع المركز الرابع. بينما في خامس المراكز اجد هنا الياسات ابراهيم بن محمد بن مكتوم لينيبي متواجدا على المركز الخامس. بينما في المركز السادس الدخول هنا والانطلاق من قبل ليلان محبة علي بن حميد الرزي الشامسي متواجدا على المركز السادس او الثاني. بن علي بن حميد الرزي الشامسي متواجدا على المركز السادس في هذه الانطلاقه. بينما النقله التاليه الى المركز السابع وجد مراسيل عامر بن سعيد بن عامر العمري، وثامنا من الجانب الاخر تاتي هنا هملول خليفه بن محمد بن سلطان بن رشيد السويدي على المركز الثاني. من يأتي هنا في هذه الانطلاقة ومرحبا بك أبو سلطان بالمتابعة. بينما نتابع المركز أيضا المركز التاسع نتابع هناك على المركز التاسع في هذه اللحظات ورغب لي الاسم القادم. هذه الان واصل الدقله لمحمد بن عبد الله بن جديم المزروعي، وعاشرا وراغب هنا القادمه ايضا قمره لهاشم بن احمد بن هاشم بن يوسف العوضي. هذه النتيجه مشاهدينا الاعزاء للعشر المراكز الاولى، وهنا لمسامعكم هذه الاسماء وهذه الشعارات للعشر المراكز الاولى المتقدم. هذه مراكزنا ونداينا تممنا لحضراتكم عشاق الأصالة، ولكن نعود من جديد بكم اللي تابعونا خلف الشاشات. عودة إلى المقدمة، عودة إلى المركز الأول، وهذه هي الآن اللي على المقدمة تشاهدونها الشاهينية أحمد بن محمد بن حميد الدرعي متواجدا ضيفنا من سلطنة عمان الشقيقة من ميدان السرية. يأتي الآن مقدم لنا هذه النوعية المتميزة على الصدارة. أهلا وسهلا بك في أرضي آل مكتوم الكرام، مرحبا بكل الغادمين والعانيين للمشاركة في ختامية المرموم لعام 2021. نتمنى التوفيق إن شاء الله للجميع. المركز الثاني شوف اللي غادمة هنا نشرة عمر بن حمد بالقرين العامري متواجدا على ثاني المراكز. بينما ناخذ
خذ اللي على المركز الثالث. وفي المركز الثالث هذه محبة ثاني بن علي بن حميد الرزي الشامسي، يؤكد أنه راح مسيح على الاسم وانطلاقة هذا الشعار على المركز الثالث. بينما في المركز الرابع، الشاهينية يمعى بن محمد بن طويلب المنصوري يتقدم على مستوى المركز الرابع. وخامسا تأتي هنا سمحة، والله يسمح دروبك يا سمحة لناصر بن صباح بن يوسف النعيمي، تأتي على مستوى المركز الخامس وسادس المراكز. هذه الآن الشاهينية محمد بن سالم بالضبيعة الاكتبي هالي منطقة متواجدين على مستوى المركز السادس. وسابعا المركز السابع مراسيل عامر بن سعيد بن عامر العمري يتقدم على مستوى المركز السابع في هذه الانطلاقة وفي هذه التحديات. بينما نكمل النداء ونتابع اللي على المركز الثامن وفي ثامن المراكز من وصلت الآن وتقدمت هنا هملولة خليفة بن محمد بن سلطان بن رشيد السويدي على المركز الثامن. وتاسعا من وصلت الآن من تقدمت في هذه اللحظة الشاهينية داود بن سالم بن علي بن وحير الدرعيات الآن على المركز التاسع. المركز العاشر ياتي الان شعار بوهادي يقدم لنا اللي هي الورقه سعيد بن حمد بن مصلح بن جمهور الاحبابي يتقدم على المركز العاشر. واول لدى ايضا الورقه اللي تحتل عاشر التحديات. هذا ندائنا الثاني اكملنا لحضراتكم عندما غادرنا لافته الخمسه كيلومترات المتبقيه الثلاثه كيلومترات عن نهايه الشوط، عن الفوز وعن الانتصار، معادلين إلى منطقة حزام الغابات. هذا لدينا الثاني أكملنا لحضراتكم، ولكن عودة إلى المقدمة، عودة إلى الصدارة الأولى، عودة إلى شعارك يا الدرعي. هذا هو الدرع الآن مقدم مشاهدين الأعزاء الهلال. هذه الآن مسيطرة في مقدمة الشوط وفي البداية الأولى مع هذه المنافسة تتقدم الشاهينية أحمد بن محمد بن حمد الدرعي، ويبدو أنه يبي يغادر إلى أهالي السلطنة بسيارة الشوط. ومع هذه الاندفاع وشعار راعي سود متواجدا على المقدمة ومسيطرة منذ البداية وحتى هذه اللحظة مركز وداير باله على الفوز وعلى الانتصار من خلال هذه المنافسة. المركز الثاني، عندنا محبة ثاني بن علي بن حميد الرزي الشامسي متواجدا على مستوى المركز الثاني من خلال هذه الاندفاع. المركز الثالث غادم الشاهينية يمعى بن محمد بن طويلب المنصوري يتقدم على مستوى المركز الثالث وعلامة الجودة على رأس الله يتقدم الآن بن طويلب ليطالب بها لإنجاز مشرف في ختامي الختاميات عندما إنجازات تلغوية قبل هذا المهرجان. المركز الرابع وتابع هناك وراغب اللي غادمة مراسيل عامر بن سعيد بن عامر العمري ضيفنا كذلك من سلطنة عمان. بينما شعار على الخشبة متواجدا على ظهر الهلال غادمة اللي هي محبة أم نشرة نعم عمر بن حمد بالقرين العامري. وشوف الأسماء اللي غادمة وشعار فري بن علي بن حمود الظاهري غادم في هذه المنافسة الغوية. ولكن عودة مشاهدين الأعزاء، عودة ونعود إلى المقدمة، أعود إلى الشاهينية، وين غادرنا؟ الآن؟ بدينا الآن نصل إلى موقع الإعلان، 1200
الان الدرعي المميتين يا مدمرين، والسياره بدات تغترب، والمنصه الرئيسيه هنا بدات تبان مع هذه المنافسه، والشاهينيه قامت راس، ويبدو انها تبي تنهي هذا الشوط. راس من خلال انطلاقتها على المقدمه على الصداره الاولى، حميد بن محمد بن حمد الدرعي، لكن القادمه محبه ثاني بن علي بن حميد الرزي الشامسي، وقادمه الشاهينيه يمعى بن محمد بن طويلب المنصوري، والكل يطالب بالفوز ويطالب بالانتصار. راغب قمره، قمره هاشم بن احمد العوضي قادم مع المركز الرابع والمركز الخامس، عندك يا بن حموده مقدم الى الدرعيه فري بن علي بن حموده الظهري، لكن عوده الى الدرعي، عوده الى شعار الدرعي، راح الدرعي راح مع الشاهينيه، راح مع الشاهينيه، السلاله الشاهينيه والعصا راقده، العصا امره بدون اي اوامر، راعي سوده يبي يغادر الحدود بالسياره الى ميدان السريه، ولكن لديها راي اخر الشاهينيه يمعى بن محمد بن طويلب المنصوري قادما مع المركز الثاني، ولكن راعي سوده الى الفوز، الى ميدان السريه، الى ميدان السريه، في السلطنة تهانينا على هذا الفوز بدون أي أوامر بدون أي تعليمات. هنا تذكر عليها الشاهينية مهدي الدرعي تهدي الدرعي، ولكن بن طويلب لدي رأي آخر مع اللحظة الأخيرة، وقمرة لهاشم العوضي، ولكن خلاص يبدو أن السلام إلى أهالي السلطنة، إلى أهالي السلطنة، ميدان السرية تهانينا والناموس لمالك الشاهينية أحمد بن محمد بن حمد الدرعي الذي انتزع ناموس هذا الشوط، والآلي محنت بدون أي أوامر، وهذه الآن تصل إلى خط النهاية. المركز الثاني وصلت للشاهينيه يمعى بن محمد بن طويلب المنصوري، المركز الثالث وصلت قمره لهاشم بن احمد العوضي، المركز الرابع ثاني بن علي بن حميد الرزي، المركز الخامس وصلت اللي هي الجذابه لسلطان بن راشد بكشيم الشامسي. التوقيت الزمني لحظة الوصول إلى خط النهاية مشاهدينا الأعزاء، هذه الشاهينية مهدي الدرعي هذا الفوز ب 12 دقيقة و 41 ثانية، ستة أجزاء من الثانية، وسلام لأهل السلطنة، سلام لأهل السرية على هذا الفوز، تهانينا لحميد بن محمد بن حمد الدرعي المركز الثالث أو المركز الثاني. نعم وصلت اللي هي الآن الشاهينية ب 12 دقيقة 42 ثانية، ستة أجزاء من الثانية، تهانينا وناموس لي مع بن محمد بن طويل بن المنصوري، المركز الثالث وصلت قمرة ب 12 دقيقة و 42 ثانية، ستة أجزاء من الثانية، تهانينا لهاشم بن أحمد بن هاشم العوضي، تهانينا والناموس للجميع.